ومع هذه القصص والحكايات المؤثرة، ما بعرف يعجز اللسان عن وصف طبيعة الإنسان أو الكائن البشري اللي بيقدر يستغني عن أبنائه بهالسهولة وكأنه ما جابهم على هالدنيا وكأنه غير مسؤول عنهم. أستاذة أمل، هل أسهل على الراجل أنه يتخلى عن أبنائه من الأم ولا ملهاش دعوة، ملهاش علاقة؟ الأرقام والناس بتقول آه الأب أكثر. الأرقام والنسب بتقول إنه غالبا ده اللي بيحصل، إنه الأب أكثر استعداد، ولو إن مفيش قاعدة لكن هي من حيث الملاحظة والأرقام بشكل عام، بدليل إن مثلا عندك في المحاكم عشرات الآلاف من حالات الهجر. الأب اللي بيروح وبيختفي، ويعني مش عايزة أقول عشرات الآلاف من اللي ما بينفقش على أولاده. دي النسبة الأغلب في المحاكم، عدم النفقة. طب طبيعته، تكوينته الشخصية ده بتبقى ازاي؟ تركيبته، أنا يعني إذا كانت القطة بتخاف على عيالها وبتحميهم، الكائن اللي أو ما بعرف شو بدنا نسميه اللي بيستغني عن أولاده، ما بيسأل عن أولاده، أو الأم اللي ما بتسأل عن أولادها، طبيعتها تكون عاملة ازاي؟ هو بصي، أولا خلينا نقول جزئين. إحنا المشكلتين اللي فاتوا كان فيهم قاسم مشترك، هو الأهل، إنه أصلا الـ الأهل في الحالتين محدش فيهم كان بيشجع أو طالع من بيئة كده فيها رب الراجل على الأنانية، وهو شافهم بيتعاملوا كده فهو طالع إلى حد ما بيتعامل كده. وكمان هو بيبقى كاره الأم، بيعتبر إن الطفل ده جزء منها وهتتحملي المسؤولية خلاص، فهو كارهها بولادها بحالها بكله، وهو ما عندوش بقى إحساس المسؤولية زي بتقولي، إنه طلع من بيئة بهذا الشكل، هو اتعود إنه ياخد بس ما يديش. بدته التركيبة دي، فطبعا هو كمان يعني أنانية. أنانية بشكل طيب كبير. نسمة معانا، نسمة عندها قصة برضو تحكي لنا إياها. مساء الخير نسمة. مساء النور، زي حضرتك. نسمة قصتك إيه؟ هو أنا متجوزة من 7 سنين. من ساعة ما اتجوزت، من وأنا حامل مشاكل، ما بيصرفش، مامته معنيش، وهم ناس مبسوطين جدا وإخواته مبسوطين جدا، تراكمت علينا المشاكل مش عارفين نعمل ايه. كان والدي الله يرحمه كان موجود بيصرف عليا وولدني والكلام ده كله، فاضطريت ان انا اسيب بنتي وهي عندها 9 شهور ونزلت اشتغل. انزل شغلي، اجي من الشغل الاقي نايم، طبعا عايز اكل وعايز شرب وعايز مصاريف، وانا مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اتصرف. بس فكنت بضطر ان انا يعني اجيب اكل وشرب والكلام دوت. بس جينا بعديها ما كملناش سنه ونص عدت، الإيجار اتراكم، صاحبة البيت عايزة إيجار وعايزة الكلام ده كله، ما معهوش. أتصل بوالدته تقولي ما معيش، اتصرفي. طب أنا أتصرف منين؟ تقولي أنت شغالة واصرفي. قلت لها خلاص شوفي لي حل، أنا عايزة أتطلق. إيه بقى يضربني، رحت سام كتير، رحت إن أنا أحل مع أي حد، مفيش أي حل والكلام ده كله. جيت بقى هو سابنا ومشي، لم هدومه وسابنا ومشي قبل ما يمشي، بعد كل حاجة بيتي. باع كل حاجة؟ باع كل حاجة في بيتي، سرق كل حاجة في البيت وباعها. وكنت بنام على الأرض أنا وبنتي، وكانت بنتي لسه صغيرة. عندها كم سنة؟ دلوقتي عندها 7 سنين، في سنة أولى ابتدائي. بس ولما ساب البيت كان عندها كم سنة؟ كان حوالي سنة ونص. وسابنا ومشي، أنا نزلت اشتغلت وسبت بنتي مع والدي الله يرحمه. كان واخد كل حاجة البيت؟ كل حاجة بايعها، أنا كنت بنام على الأرض. ما فكرش في بنته؟ ما فكرش في اي حد، ما بيفرقش. لا مش فارق، انتي انسي الموضوع، بس انا بفكر هو دماغه راحت فين؟ بنته، سريرها، اغراضها، مش في دماغه، مش فارق معي. بيتعاطى حاجه هو؟ هو بيشرب. طب خلاص. برافو عليك. يعني هو مش في دماغه اي حاجه، بس مشي عند والدته وسابنا احنا. انا بقى بشتغل اي حاجه اشتغلتها، كل حاجه اشتغلتها، اتمرمطت كتير وشفت حاجات كتير، وبرضه كنت بسيب بنتي اجي من الشغل وبنتي طيب. كانت بترضع. طب وطول الفتره دي ما حاول يتواصل معاكي؟ لا، ما انا بكمل لحضرتك. بس تواصلنا مع اهله، يا جماعه ساعدوني، ابعتوا لي اي حاجه اصرف على بنتي، حد يساعدني، احنا منين ما معناش. واهله ناس متيسره جدا 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 جدا، اي اخوه كل يوم عربيه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. ما فيش، مش راضيين، احنا مش هنبعت، احنا ما معناش. نقلت من شقة لشقة تانية، بقى الناس كتير تقف جنبي، يعني ناس كتير تقف تساعدني، مش لقياها منه بس ساعدني. يسر تقول لي فين بابا وفين الكلام ده كله، لا طبعا اعمل ايه يسر، ما فيش بداية حاجة. بنتي ده. البنت بتسأل. تسألك؟ تسألني. اتصل بيا ابني طلقني، ان انا اخد معاش، ان انا اخد اي حاجة من الدولة عشان اقدر اصرف على بنتي. طيب لا مش هطلق كده والكلام ده كله. عاوز ايه؟ ايه؟ عاوز ترجعي له؟
لا مش عايزه ارجع له نهائي. هو طلق منك؟ انا هو مش عاوز يطلق ليه؟ لا سيبني. انا هسيبك كده، ده بقيت لوقف يعني. سيبني كده. جيت رحت الشؤون انا اعمل معاش مهجوره، الموظفه في الشؤون ما صدقتش ان انا مهجوره. بس جيت عشان اقدم ليسر في المدرسه، كانت هي مقدمه لها كيجي، جيت عشان اقدم لهم في المدرسه، اتصلت باخوه انا عايزه صوره بطاقه لان المدرسه رافضه انها تديني تدخل بنتي. ما رضيش اخوي يديني صوره بطاقه وقال لي روح احبسيه، واشتكيته فعلا، قومت محامي، المحامي ضحك عليا وكان معاه ايصالات امانه ومعاه ورق، المحامي رجع لي الورق، يعني المفروض الجلسه بتاعتي مثلا يوم 17، رجع لي الورق بتاع المحكمه يوم 15 قبلها بيومين، وقال لي انا مش هقدر اكمل. وضعك دلوقتي ايه نسمة؟ وضعي دلوقتي انا قاعده انا وبنتي ومش عارفه اعمل ايه. مش متطلقه؟ لا سايبني. اوكي. وما بتعرفيش اي حاجه عنه؟ موجود بيكلمك يشوف البنت؟ لا لا خالص، انا بنتي موجوده بره، لو انتوا عايزين تتكلموا معايا انا ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. اخوه قلت له يا جماعه انا زهقت، يعني انا عندي ايجار وعندي التزامات وانا مش قادره اكمل، يعني انا كسني صغير مش قادره اكمل. اخوه قال لي لو انت جبت لنا البيت هنرمالك في ملجا. قلت له ليه، هي مش بنتكو؟ قال لك احنا ما نعرفش. اوف. قال لي الكلام ده اخوه. طب حاولت تقصدي تشوفيه؟ قعدتي له في مكان معين؟ كتير كلمتيه؟ رحت مكان شغله عشان اجيب العنوان لما كنت رافعه قضيه. رحت مكان شغله وصاحب الشغل قال لي طب نحل الموضوع ودي ونشوف انت عايزين ايه ونحل والكلام ده كله. قلت لهم يا جماعه انا عايزه اتطلق، انا هو كده كده مش هيصرف عليا، لانه ولا كان عايز يصرف عليا كان قاعد وصرف. طيب لما كلمتي جبتي له البنت في مره، شاف البنت كبرت اهي؟ كبرت يعني. هجيب له ايه بنت ايه؟ مش راضي، مش راضي، مش عاوز يشوفها، مش عايز. والبنت بتسال عنه؟ بتقولي لها ايه؟ بابا مسافر مش موجود، اعمل ايه يا يسر؟ مش عارفه. مأثر على نفسيتها الموضوع ده؟ طبعا. ليه؟ بتعيط عايزه باباها، زي ما مثلا بنخرج بفسحها مثلا في اي يوم بتشوف بنته وباباها، هعمل ايه؟ بس يعني انا عايزه حد يعني. تقولي له ايه يا نسمه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انت طالعه تحكي تقولي كلمه وصلي رساله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله حاجات يعني لما تعرفي بقى ان كل 6 دقائق في حاله طلاق، حاله متكرره زي حاله هبه وحاله الحقيقه الموضوع محتاج الحقيقه مظله، يبقى فيه مظله تامينيه. يعني احنا المفروض بنطالب ان لازم يبقى فيه قانون يتغير عشان الناس دي. نسمه اليوم ده الفرصه لك لحتى توجهي له رساله او رساله لاهله، ربما يسمعك، ربما يقدر يتحرك. حرام، حرام عليكم. يحن قلبه على هالبنت، على الطفله. تقولي له ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فيه يعني انا هشوف لي حل. طلقني، انا ما ظلمتش حد وما جيتش عليه، يعني سيبني اعيش حياتي. انا مش هتجوز، يعني انا عايزه اعمل معاش عشان انا مش قادره على مصاريف بنتي. انا مش قادره، عندي 30 سنه. 30 سنه المدرسه في المدرسه بتضرب بنتي عشان خاطر مش راضيه تاخد درس. انا مش عارفه، انا متمرمطه، اشتغلت كل حاجه، كل حاجه اشتغلتها. لو وصلت النظافه انا بشتغل نظافه، هعمل ايه تاني؟ والمحامي ما كملش معايا الورق، ومعايا الورق بره كله. انا لما عملت الولايه التعليميه في المحكمه مرمطوني اخد بنتي الفجر عشان انزل اقعد قدام باب المحكمه عشان اعمل ورق بس. بعرف يا نسمه نقول ايه ونزيد ايه غير انه نطلب من كل الاشخاص المعنيين اللي قادرين يساعدوا هالسيدات الستات اللي طلوا معنا الليله. طبعا للطرف الاخر حق الرد، نحن استمعنا الى الحالات من سين الزوجات، اي رجل تكلمنا عنه وعن قضيته وحابب يتكلم في الموضوع لديه طبعا حق الرد من خلال برنامجنا. ولكل شخص حابب يساعد هالستات نحن طبعا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج مفتوحة للكل. بدي اتمنى لك التوفيق. ما بعرف شو بدي اقول لك، كيف بدي هون عليك اليوم. على الاقل طلعتي سمعتي صوتك، طرحتي قضيتك، لربما باب امل ينفتح بطريقه او باخرى. يخلي لك بنتك يا رب. شكرا لك. وربنا مش حيسيبك، يكون واقف جنبك. شكرا. والناس الطيبين برضو كمان واقفين جنبك. شكرا لك نسمه.